اهلا بيكم في انتي كوريت، انا خلود باسم. حلقه النهارده بعنوان لو انتي عروسه وبتجهزي بلاش تعملي كده، او خلينا نقول بمعنى تاني ان هي بعض الديكورات الغير عمليه. زي ايه؟ اول حاجه خلينا متفقين انه بلاش نمشي ورا اي موضه او ترند، لانه مش دايما الحاجات اللي بنشوفها بره في الاماكن العامه بنقدر نطبقها في بيوتنا. على سبيل المثال، مثلا الديكورات اللي طلعت ترند فتره هي الجدران 3D والارضيات 3D، اللي هي الجدران اللي بيكون عليها رسمه مثلا غابه كانها داخله لجوه 3D يعني، او مثلا بنلاقي ارضيات عليها مثلا بتاعه الحمامات خصوصا يعني، بنلاقي فيها مثلا سمكه قرش وفاتحه بقها على اساس ميه وكده. المشكله في الرسومات 3D ان هي بتكون محتاجه توقيت معين وزاويه معينه باضاءه معينه عشان نقدر نشوفها 3D. غير كده احنا بنشوفها جدار عادي، يعني مثلا لو احنا عاملين الجدار ده مثلا 3D عندنا، فاحنا باصين له في اي وقت تاني فاحنا شايفينه اللي هو جدار 2D عادي جدا. فهي اول حاجه المشكله فيه ان هو فقد وظيفته. تاني حاجة انه احيانا بيكون فيه بعض التداخلات والتقاطعات وبعض الالوان اللي بتكون كتيرة جدا وعنيفة، فممكن تسبب لنا توتر مع الوقت او ملل. علشان كده دايما ناخد بالنا ان مش كل موضة او ترند بنشوفهم برا في الاماكن العامة نقدر نطبقهم في بيوتنا. تاني حاجة الالوان. الالوان تعتبر من اشهر الاخطاء اللي بتقع فيها العرايس في تجهيز بيوتها، خصوصا الوان غرفة النوم، اللي هي بنلاقي ساعات غرفة النوم كلها لونها احمر، وفي ناس مش بتكتفي بكده وبس، كمان الستاير لونها احمر. انا معاكم ان اللون الاحمر لون جميل وبيوحي بالتفاؤل والشغف وكله جميل وحاجه حلوه خالص، لكن بيبقى صعب نقعد في مكان الاربع جدران اللي فيه لونهم احمر، ولا حتى ثلاث جدران لونهم احمر، ولا حتى جدارين. المشكله ان اللون الاحمر لون قوي جدا، واحيانا لما بتزيد نسبته عن الحد بتلاقيه بيسبب توتر واضح جدا في المكان وعدم راحه. علشان كده يفضل اننا نكتفي بجدار واحد بس، او حتى في الاكسسوارز لو احنا حابين ندخل اللون الاحمر في غرفه النوم. تالت حاجة، بما اننا لسه في غرفة النوم فاحنا نتكلم عن مفرش السرير. في بعض العروسات اللي بتجيب مثلا مفارش بتكون عاملة زي الفستان، بتكون كلها كرانيش وكلها خرز وتطريز، اللي هو مستحيل ننام عليه، ده حتى صعب ان احنا نقعد عليه، فبنضطر ان احنا يعني بيتفرش في الاول وبعد كده لازم يتغير كل ما حد يجي ينام او كده. فيفضل دايما اننا نلجأ للمفارش العملية، اللي هي مثلا خامتها بتكون قطنيات او غيره، بحيث اننا ندخل ننام على طول، ما نقعدش نغير المفرش كل شوية. وبما اننا لسه بنتكلم عن المفارش فده هيقودنا للنقطة الرابعة اللي هي مفرش السفرة. وانا بشوف بصراحة مفرش السفرة زي مفرش السرير بالظبط، برضو بيجي مفرش كده كله كرانيش وكله خرز، اللي هو برضو مستحيل ناكل عليه، واحيانا لو حطينا عليه طبق بيقع، لو حطينا عليه اكسسوارز بتقع، فاللي هو مفرش محطوط وبس يعني. علشان كده يفضل دايما اننا نستعين بمفرش بسيط خالص بحيث نقدر ناكل عليه عادي جدا، واحيانا ممكن كمان السفرة تبقى من غير مفرش عادي جدا. خامس نقطة والاخيرة هي الستاير. الستاير بصراحه يعني في منها انواع كتير واشكال كتير، لكن الشكل الكلاسيك بتاع الستاير مش بيليق غير مع الفرنتشر الكلاسيك. المشكله ان في بعض الناس برضو بتعمل ايه، بتفرش مودرن وتجيب ستاره كلاسيك مع المودرن على اساس الستاره لازم تكون تقيله وشيك وكده. للاسف هو الستاره بتفقد قيمتها في الوضع ده، وكمان الفرنتشر بيفقد قيمته لانه مش بيبين جماله. علشان كده يفضل لو هنستخدم فرنتشر مودرن نستخدم ستائر مودرن وهكذا. انا في مره افتكر كنت واقفه مع واحد بتاع ستاير، فانا جايبه له ستاره عشان يركبها، لونها اوف وايت وساده وعاديه جدا مفيش فيها اي حاجه، وهو كان رافض يركبها على اساس ان هي ستاره مفيش فيها اي شغل ومفيش فيها تطريز وما ينفعش يركب ستاره زي دي. فده برضو موقف علشان اقول لكم ان هو لازم يعني لما تكونوا واثقين من نفسكم في حاجه لازم تمشوا وراها للاخر. دي كانت 5 بوينتس بتكلم فيهم عن بعض الديكورات الغير مريحه. طبعا لو في بعض الناس شايفينها مريحه بالنسبه لهم فجو اهد يستخدموها على طول، ولو في بعض الناس عندهم بعض الاضافات الاخرى في الديكورات الغير مريحه يا ريت يسيبوها تحت في الكومنتس، واستنوني المره الجايه في حلقات تانية من انديكوريت.